تفحصي شعارنا ورسالتنا لهذا المساء، رسالة حب، دعم، اهتمام وحياة. عرفتوا؟ خفاء. مساء الخير كفر ياسين. وأخص بالشكر مؤسسة مريم، مؤسسة مريم التي تقوم على هذا العمل الجبار. مساء الخير غزة. من غزة بنت البحر إلى الناصرة عروس الجليل، يجب ألا تموت النساء لأنها لم تفحص. يجب أن يكون هناك برامج توعية كالتي تقوم بها مريم في الناصرة وباقي البلدان. فالليلة كتير مؤثر لإلي إن إحنا وصلنا لأكتوبر زهر بغزة. مساء الخير بيت جان. ومن هنا نشكر كل مؤسسات مؤسسة مريم على دعمها الدائم ورفع الوعي. اليوم المرأة العربية أثبتت أنه عندها الوعي الكافي ووصلت ما فوق 70% من التجاوب. عظيم. مساء الخير القدس. ونحن سعيدين الليلة أن نكون إحدى قواعد مريم اللي الليلة عمالنا من دي مؤسسات صحية بكل أنحاء البلاد لنحتفل سويا بقيمة هذا الشهر. مساء الخير مساء الحياة كفر قريع. هذه الحملة التوعوية التي تقوم بها مؤسسة مريم الرائعة اللي هي يعني مبادرة مميزة في وسطنا العربي. بدنا نتوجه لمدينة رهط. مساء الخير يافا. مسيرة مجتمعية كبيرة بالشراكة مع مؤسسة مريم التي أخذت هذه المسؤولية على عاتقها من أجل المحافظة على سلامة مجتمعنا وخاصة نساء مجتمعنا. 4 3 2 1 صح. It goes like this.